احنا شفنا كل شيء وشفنا انه امك ماتت يعني. السلام عليكم حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير، طمنوني عنكم، ان شاء الله اموركم تمام. سو زي ما بتشوفوا من عنوان الفيديو اليوم، واضح الموضوع اللي حنحكي فيه. صراحة كيوتيوبر، يعني كشغلي كيوتيوبر، من بين سلبياته هالشي اللي حنحكي فيه اليوم، يعني انه لما بتكوني انسان معروف ومؤثر، بتكون عندك متابعين، حبايب شيماء يعني بحبوا انك تشارك معاهم حياتك. وانا صراحة كمان بنبسط انه اشارككم حياتي، تجاربي، هيك بفرح لما انتم بتفرحوا لإلي وبتنبسطوا هيك باستكشاف شغلات من حياتي. بس صراحة في ناس، يعني مو حبايب شيماء، مو متابعين اوفياء، يلي ببلشوا يختلقوا شغلات ما أنا موجودة، شغلات حكي بلا طعمة، إشاعات اللي ممكن تأذيك، ممكن تجرحك، ممكن تضايقك. يعني بدون ما أكذب عليكم، صراحة كل هالفترة اللي أنا هيك يعني اشتغلت فيها في اليوتيوب، تعرضت لهيك قصص يعني كتير مرات. حتى والله طلعوا في صفحات في الانستغرام بيكتبوا عني شغلات ما أنا موجودة، كلام جارح، كلام تبع كره. بس صراحة أنا هاي الشغلات يعني ما بتأثر فيني، يعني من لما بلشت بهذا يعني المجال عارفة انه حتجيني هيك قصص وهيك حكيات وهيك، فانا هيك قوية وعارفة انه بتجي هيك شغلات فما بتأثر فيني يعني، وبقول مو مشكلة. بس لما بيكون الحكي بينحكى يعني لأهلك، لحدا من اقاربك يعني، اللي هو ما له علاقة بالموضوع ابدا وبالشغل وباليوتيوب وما له ذنب، يعني هذا الشغل مو شغله، ف بنجرح وبتضايق لانه هو تضايق وهو انزعج. الحكي هالمره يا جماعه انحكى عن ماما، يعني هي الشخص المعني بالامر هالمره، وفي حكي انحكى هيك يعني مس ماما. ماما طلعت معي في كذا فيديو يعني، وبعدين بل هيك ما عم تطلع معي يعني. مشان اوضح لكم ان شاء الله قبل لا نحكي هيك في الموضوع، يعني هالقناه انا لما فتحتها باسمي بقازبة شيماء، هي قناتي يعني. ما فتحت قناة عائلية لحتى يكون مجبور على جميع أفراد العيلة إنه يبينوا فيها، وما فتحت يعني هالقناة من أول عائلية، يعني قناة لإلي، وأحياناً بيبين معي بابا، خطيبي، ماما، خالتي، متابعة، أصدقاء يعني. وهالأشخاص لما بيبينوا ممكن يبينوا فيديوين وبعدين يختفوا ما يبينوا، يعني هم مو مجبورين يضلوا يبينوا معي في القناة. فهالشي اللي صار يا جماعة انه امي بينت معي، بعدين بطلت تبين معي، فالناس بلشوا يختلقوا شغلات يعني صدمتني صراحة. يعني في ناس صارت تحكي انه امك ماتت يعني، ومشكلة حكوا الشغلة وعم يحكوها كأنهم هم متأكدين يعني انه امك ماتت. يعني شو هاد يا جماعة؟ الله يطول لي بعمر الوالدة وخلي لي اياها، ويطول لكم بعمر احبابكم وامهاتكم. ما في هالحكي يعني، في حدا امه بتموت او حدا من اهله هيك بيتآذى بيضل هيك يسافر ويضحك ويلعب وينبسط؟ يعني اصلا مو منطقية، العقل ما بيتقبلها. في ناس قالت امك مرضت بكورونا، امك ما بعرف شو صار وهيك، يعني كتير كتير قصص وحكايا اللي ما انا موجودة يلي انا انصدمت لما شفتها. الموضوع شو صار؟ زي ما قلت لكم امي بينت معي في بعض الفيديوهات، بعدين بطلت تبين عادي لانه مو مجبوره انه تبين معي في كل الفيديوهات. وفي فتره انا كنت عم بطلع هيك، ناس بتلاحظ على الانستغرام وكذا، بطلع مع عيلتي، بابا، خالتي وهيك، وامي ما انا موجوده ما بتطلع معنا. فالناس قالت لي وين امك وهيك، قلت لهم انه امي ما عم تطلع لسبب معين، يعني عندها ماما ما كانت عم تطلع، عندها اسباب خاصه. ومن بين السبب الرئيسي يا جماعه اللي احكيكم اياه، انه ماما كانت مريضه، ماما معها يعني حساسيه الجلد، كان وقتها جلدها وبشرتها ووجهها يعني متضرر، فما كانت تطلع، يعني ما كانت تطلع حتى من البيت بسبب انه الجو والشمس كانت تأذيها. الحمد لله راحت تعالجت عند الدكتور، امي صارت تمام الحمد لله يعني. فيا هذا هو السبب. بعدين
يعني انا ما اعطيت للامر هيك اهميه لايك اتس اوكي عادي. واجا هالشي كلياته في وقت لان كنت مضغوطه ومشغوله فيه، وقت اللي انتم بتعرفوا يا حبايبي يعني انا انتقلت من بلد لبلد وكانت الكورونا وكل الشغلات، وكنا يعني تعبانين نفسيا شوي يعني انه كانت الحدود مسكره، وكان صار الوقت انه انا لازم اجي لهون. امل كمان دراستها، وانا حكيت لكم قلت لكم انه كنت تعبت نفسيا شوي بهذيك الفتره. بعدين لما اجيت لهون الشغلة صراحة ما سهلة انك تنتقل من بلد لبلد، كانوا كتير قصص وكتير حكاية يعني بتكون مضغوط مضغوط عن جد يعني انه عجقة. ممكن انتو يعني حبايبي تشوفوا فيديو فيه 8 دقائق 10 دقائق تبع الانتقال، وانه جاية هيك يعني في المطار، وانه طلعة من هون طلعة من هون، تفكروا انه الامور سهلة وهيك عادي وكذا. لا، انا دايما بكون حريصة انه بين الامور الايجابية اكتر شيء اكتر من الامور السلبية، حتى ان بينت شغلة صارت معي وكذا ما بحب يعني ابين كتير شغلات سلبية وهيك ومشاكل وكذا، مشان انشر الايجابية اكتر، مشان انا كمان يعني اكون ايجابية اكتر. الانتقال من بلد لبلد ما سهل، واخذ مني هيك كتير وقت وصعوبات وشغلات وهيك، فكنت مضغوطة ولايك كنت ما يعني ما حط الموضوع في بالي ابدا، لحتى عم بنصدم يعني وعم بتفاجئ ان يعني تعليقات وشغلات لايك اوفر بكتير، يعني الناس سبحت في خيالها بكتير يعني انه شغلات ما انا موجودة في الاصل وعم تنحكى على اهلي. هالشي صراحة ضايقني، انا اتضايقت لما شفت انه عرفت انه ماما حتتضايق اكتر لما تشوف شغلة مثل هيك. فيا صراحة انزعجت من هالموضوع، وصراحة ما بعرف ليش كل هالشي هيك صار وكل هالحكي هيك، I don't know كيف يعني ما بعرف ليش. بس الشغلة اللي انا حابة احكيها يا جماعة للناس يلي هيك بيحكوا هالشغلات وبيختلقوا هالكلام اللي مانو موجود في السوشيال ميديا، حبايبي لا تحكوا اي شغلة انتو مالكم متأكدين منها، لانه ممكن تأذوا حدا، ممكن تجرحوا حدا، ممكن تسببوا لحالكم مشكلة حتى. فلا تحكوا شي مالكم متأكدين منه، يعني ممكن الانسان يطرح سؤال ايه عادي، بس انا يلي صدمني انه ناس بتحكي التعليق وهي متأكدة منه كأنها حضرت للموضوع. حتى في بعض الناس كمان صاروا يحكوا لي انه نحن شفنا كل شيء وشفنا انه امك ماتت، يعني استغفر الله شو هذا يا جماعة. يعني عن جد يا جماعة الموضوع ابدا ما في هيك شيء، حبايبي اللي حابين يطمنوا هيك الموضوع يعني كل الحكي اللي ممكن انتو شفتوه بتعليقات الناس اللي هيك بتحب تشوش وتختلق، هاي الشغلات ما أنا موجودة ابدا الحمد لله. امي بخير، انا قلت لكم انه يعني كانت مريضة بس الحمد لله تشافت وكذا وهيك، انا قلت لكم حساسية. حتى متذكرين لما قلتوا لي شيماء ليش بطلتي تجيبي مثلا قط اليف للبيت وهيك، قلت لكم انه امي معها حساسية، وبهديك الفترة يعني ازدادت الحساسية كتير يعني لدرجة زي ما قلت لكم ماما ما قدرت تطلع من البيت حتى، يعني كانت كتير مريضة. فالحمد لله هلا تشافت وامي بخير وامي تمام، وما في هالحكي ابدا من الشي اللي الناس هيك عم تكتب بالسوشيال ميديا. الله يخلي لكم امهاتكم، والله يخلي لي امي ويخلي لكم احبابكم، وان شاء الله ماما حتبين معي ان شاء الله عن قريب هلا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. فيا هالشي اللي انا يعني كنت حابه احكيه، وما يعني صراحه لهلا لايك مصدومه يعني ليش هالحكي. انا حكيت لكم انه يس امي ما بتبين، لانه اصلا امي مو مجبوره انه تبين معي، يعني انا لما فتحت القناه ماما ما عم تبين معي، يا دوب بينت معي بفيديو او فيديوين وبس، انه هي بعيده عن اليوتيوب وعن شغل اليوتيوب وعن كل هالقصص، يعني مو شرط دائما تشوفوها معي لحتى امي ما يكون معاها شيء. وبرجع بحكي لكم حبايبي حبايب شيماء، اذا شفتوا شغله كتبوها هالناس اللي بتحب تختلق هاي القصص زي ما قلت لكم، الحمد لله ما في ابدا هالحكي اللي عم يحكوه. امي بخير، امي تمام، وزي ما قلت لكم حتشوفوها ان شاء الله معي بالفيديوهات الجايه قريبا. وبس هي حبايب قلبي، الموضوع ابدا ما كان يعني مستاهل هالحكي اللي حكوا الناس، لان انا صدموني عم اقول لايك شو صار، ليش الناس عم تحكي هيك، يعني شو صار، يعني عن جد شيء غريب والله اللي صار معي، واول مره يصير معي شغله مثل هيك
ومو بتخصني يعني، انه الناس كانت عم تحكي عن امي فصدمتني. ويا هي هي حبيت اطمنكم واحكي لكم في هذا الفيديو انه ما في شيء اصلا مش اللي عم يحكوه. ويا ليك انا عم ادخل واطلع في الحكي لانه لهلا مصدومه من التعليقات اللي هيك يعني اللي شفتها لايك وات شو هاد، خصوصا في الفتره الاخيره يعني. يعني كلام عن جد لايك كتير كتير حكي ما له طعمة، وكتير حكي يعني الناس سبحت في الخيال كتير، وحكي يعني بتنزعج لما بتشوفه بينحكى عن امك او عن يعني اهلك، يعني بتنزعج كتير عن جد والله يا جماعة الخير. وبس حبايبي شكرا كتير للناس اللي عم تطمن عني عن جد وبيهم امري عن جد، والناس اللي عم تخترق حكي وتبلش مشان بس هيك يعني تحكي. الله يسامحكم والله يهديكم يا رب. وقبل نهاية الفيديو برجع بحكي لكم انه هالحكي مانو موجود ابدا، وهالموضوع اصلا مانو موجود. ما بعرف ليش الناس اختلقت هالشي. وبرجع بحكي لكم امي ما بينت معي او شي، فهي مو مجبورة انه تطلع بالقناة، وهالشي ما بيعني انه صار لشي او شي شغلة لا قدر الله. الله يحميها والله يخلي لكم اهلكم. وبس حبايب قلبي نشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم، وخليت لكم بالراحة. بسلامة.